Work smart, don't work hard. اشتغل بذكاء لا تشتغل بقوة. هاي لعبتنا. انت قاعد تشتغل بصحتك. انت مو لاعب بوكسينج. انت مو لاعب فوتبول. اضغط على نفسك وانت جوعان. اضغط على نفسك وانت عطشان. ماكو مشكلة على من جسمك يصير يتحمل. لا حبيبي. انت لاعب كمال اجسام. هلا شباب شلونكم؟ اخوكم جانتو وياكم. اليوم راح احكي موضوعي راح يكون عن مشكله الاكتاف وليش الاكتاف ما تتطور. مشكله هوايه ناس قاعد يعانون من مشكله الاكتاف. تلاقي عند الباي والتراي قاعد يتطور كبيره، الصدر قاعد يتطور، بس الكتف ما قاعد يتطور، حجمه صغير او شكل الكتف غلط، من قدام كبير ومن ورا ضعيف. قولا واحدا عند الكل، لأن مستحيل يجيني واحد الكتف الخلفي مالته أقوى من الأمام. ثلاث أسباب يا شباب تخلي الأكتاف ما تتطور. السبب الأول عشوائية التمرين، التسلسل الغلط مال التمارين. السبب الثاني الحركة الغلط. السبب الثالث المجهود اللي تحطوه بالأكتاف، المجهود الغلط اللي تحطوه بغير مكانه بغير محله. زين، خلينا نتفق. أول شيء نتفق كنا بشكل عام على أنه أنا ما أتمرن إذا مو أنا مرتاح. مرتاح شلون؟ تغذية نوم تمام وتركيز بالتمرين، خطة تدريبية. تغذية نوم خطة تدريبية. ما أفوت للتمرين أتمرن وخلاص، لا، أفوت عندي هدف. أنا ما أفوت أتمرن شنو حافظ أكتاف أتمرن، لا، أفوت أنا عندي هدف بأنه الكتف مالتي أريد الشكل مالتي يكون بهالشكل بهالمستوى. تمام؟ سو خلينا كلنا نتفق على شيء واحد، أنا تماريني على قدر طاقتي، تماريني على قدر تغذيتي، تماريني على قدر السابلمنت اللي آخذه، على قدر شنو قاعد أوفر لجسمي. ما أتمرن تمرين وحوش وتمرين سبات 7 وتمرين روني كولمان وتمرين جانتي وتمرين فلان وعلان، واني الاكل مالتي اكل دجاجه، الاكل مالتي اكل اطفال، ما كل وجبتين ثلاثه، ضرب لي سيجاره قبل التمرين. لا، خلينا نتفق على شيء بانه التمرين مالتي يكون على قدر التغذيه مالتي. مو نايم تعبان مو مرتاح اتمرن على كيفي وعلى قدر الطاقه مالتي. تغذيتي تعبانة أتمرن على قدر التغذية مالتي. ما أتمرن وأجهد جسمي وتغذيتي صفر. ما أتمرن وأجهد جسمي وأني مو نايم، هذا يعتبر غباء. خلونا نتفق على هاي النقطة وانتهى الموضوع. تمام؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية أداء الحركات، تسلسل التمارين. ما يصير أفوت أتمرن أكتاف اللي حافظه وخلص. أنا عندي تمرين أكتاف أتمرن ويا فلان. لا حبيبي، أنت غلطان. تمرن ويا فلان وتمرن ويا علان، هذا لما يكون شخص متقدم محترف عنده أكتاف أوريدي ضخم، مو شخص يريد يطور العضلة يريد يكبر العضلة. غلطان. أكتاف جانتي مو مثل أكتاف عاصم، أكتاف فلان مو مثل أكتاف فلان. ماكو هالكلام هذا. الطاقة مالت فلان مو مثل الطاقة مالت فلان. هذا مغذي نفسه وعمر مو مغذي نفسه، تعبان ونايم الليل كله. ما تقدرون تمشون على سيستم واحد تمرين شخصين او ثلاث اشخاص. هذا شيله من راسك، شيلها من راسك هذا. تمام؟ ثاني شيء، ما يصير تفوت تتمرن اللي حافظه. تسلسل تمارين ضروري جدا جدا ضروري. ما يصير افوت على تمارين الاكتاف مالتي العب تمرين امامي وراها اروح العب تمرين خلفي، وراها اريح واروح العب تمرين جانبي، وراها اريح اروح العب تمرين امامي، وراها اقمص على الخلفي وبعدين ارجع امامي وبعدين. هذا الكلام كلام ناس ما لها علاقه باللعبه. هذا كلام ناس ما عنده هدف. هاي تمارين ناس فاضي يرايح يتمرن خلص، اللي حافظه يروح يقضي وقت بالجيم ويطلع. الانسان اللي يريد يطور عضلاته عنده هدف، عنده برنامج تدريبي، عنده خطة تدريبية قبل ما يفوت للجيم يعرفها وقاريها وحافظها، شنو راح يتمرن اليوم. ماكو افوت للجيم واني يلا شنو عندنا هذا الجهاز مشغول لا اروح على غيره. هذا الكلام
هذا كلام اطفال، هذا الكلام كلام ناس ما لها ما يريد يتطور، كلام شخص حي الله اللي لاقيه يتمرن. هذا الكلام لازم نتفق عليه امتي، بانه لازم يكون عندي خطه تدريبيه، ابلش بالامامي اخلص بالخلف، ابلش بالخلف اخلص بالامامي، امامي جانبي خلفي، اخلص الامامي انتقل على الجانبي، اخلص الجانبي انتقل على الخلفي، انتهى الموضوع. ماكو عشوائي اقمز من هنا ومن هنا ومن هنا. هاي شغله بالنسبه للخطه التدريبيه. تكنيك الحركات، تكنيك الحركه، تمام. الاخطاء اللي قاعد تصير، الخطا العالمي عند هوايه ناس، واني انصحكم نصيحه من عندي، اذا تشوفون شخص او مدرب يقول لكم بانه هذا البار اللي راح اصوره هسه، هذا التمرين هسه راح اصور لكم اياه، اذا يجي مدرب ويقول لك بار خلف الراس هذا التمرين، يشتغل عضله خلفيه، هذا المدرب حط عليه صفر، حط عليه صفر. مدرب يجي عليك يقول لك بانه بار ضغط بار خلف الراس سميث او بار او واتفر خلف الراس يشتغل كتف خلفي، هذا المدرب لا تاخذ من عنده حتى تمرين معده، ان شاء الله يكون 4x4، تمام. لانه مو معقول احنا لما نلعب بالبار الامامي هذا يشتغل عضله اماميه، ولما نقدم راسي لي قدام شويه واضغط من الخلف خلف الراس، تمام، يصير يشتغل بار، يشتغل الكتف خلفي. انت بكل الاحوال قاعد تضغط على الامامي من الاسفل للاعلى، ميكانيكيه الضغط من الاسفل للاعلى، قاعد تضغط البار للاعلى. اذا قدمت راسك راح يصير يشتغل خلفي. المدرب اللي يقول لكم انه يشتغل خلفي هذا كنسل عليه، بعد لا تسمع من عنده ولا كلمه، اتركه العب لوحدك حتى لو غلط احسن لك. عرفت علي شلون؟ البار خلف الراس هو كتف امامي، بس الفكره من عنده انك تعمل ستريتش للعضله الاماميه اكثر. ليش؟ لانك قاعد تجبر راسك للامام، تدفع راسك للامام، وقاعد تجبر الكتف مالتك يرجع للخلف. سو هذا يسوي ستريتش، ويسموه ثاني تمرين بالاكتاف. مع العلم هو التمرين هذا قليل يلعبوه، اذا مو شخص متقدم ما يصير يلعبه، وما يلعب اول تمرين. ليش؟ لان لازم يكون الكتف شاد، الكتف يكون حامي وشاد العضله، يعني يكون لاعب ضغط امامي او نو او لاعب فلاي امامي، تمام. بعدين تلعب هذا خلف الراس على مود يسوي ستريتش اكثر من العضله بالنزول اثناء النزول. هاي شغله. الشغله الثانيه فلاي دامبل جانبي، هذا الفلاي، هذا الفلاي الجانبي. هواي ناس لما يلعب الفلاي يلعبها بهالشكل، ايده تطلع لي قدام، ايده تطلع لي قدام، صار رفع مالته يصير الضغط على الامامي. حبيبي الفلاي الجانبي الكوع مالتك هو اللي يرتفع قبل الوزن، كوع ايدك يرتفع قبل الوزن بهالشكل هذا، على مود تشتغل العضله الجانبيه، على مود تشتغل العضله الجانبيه الكوع يرتفع، تمام. ثالث شيء الالتزام بالتكرارات، الالتزام بالارقام. ما تقدر تتعامل ويا الكتف مثل ما تتعامل ويا عضله الصدر، ما تقدر تتعامل ويا عضله الرجلين مثل ما تتعامل ويا عضله الظهر. هذا الكلام غير صحيح. كل عضله لها طريقه التدريب، كل عضله لها ارقامها الخاصه، تكراراتها الخاصه، كل عضله لها ادائها الخاص، كل عضله لها ادائها الخاص. ما تقدر تتعامل ويا كل العضلات 12 10 8، ما تقدر تتعامل ويا كل العضلات راحه 30 ثانيه بين الجولات. كل عضله وكل اسبوع تغير التكنيك، بس ما تغير التدريب، تغير التكنيك. يعني مثلا خلينا نبلش، عندي اليوم انا اكتاف، تمرين اكتاف هذا الاسبوع 12 10 8، تكراراتي هذا الاسبوع 12 10 8. شلون الضغط يكون؟ ضغط تمرين الاكتاف، هذا باي تمرين الاكتاف ضغط، تمام. واحد اثنين بهالشكل. اكو فرق لما يجي شخص يتمرن بهالشكل هذا، واكو فرق لما يجي شخص واحد اثنين ثلاثه، اكو فرق لما يكون براسك تكنيك تتمرن بعقلك، واكو فرق لما تيجي تتمرن انت بس تدفع الوزن.
ما عندك هدف، بس ترفع الوزن خلاص انتهى الموضوع. هذا الكلام ما يصير. فرق بين انك تتمرن بعقلك الكنترول مالت العضله يصير تمام، وفرق لما تتمرن بس ترفع الوزن، تدفع الوزن وما عرفان ايش قاعد يصير عندك. خلي براسك بانه الرقم مالتك اذا عندك 15 لازم توصل رقم 15 والعضله شاده. اذا وصلت اكثر من 15 والعضله مو شاده اعرف بانه تمرين غلط، انه ادائك كان غلط غير سليم. تمام؟ 12 10 8. احنا كنا نحكي على التكنيك بانه هذا الاسبوع عندنا 12 10 8 وشرحت لكم اياه شلون نلعبها وشلون تكون الحركه من العقل. هسه مثلا هذا الاسبوع انا عندي التكنيك اختلف عندي، التكنيك عندي مثلا مع وقفه. هذا مثلا بار او دامبل او ماشين، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3 بهالشكل هذا لحتى توصل ال 15 او 12 تكرار اللي عندك جانبي. 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3 جانبي الخلفي تمام. 1 2 3، 1 2، ان كان ماشين وان كان كيبل وان كان دامبل وان كان وات ايفر، التكنيك يكون بهالشكل هذا مع وقفه 3 ثواني. كل تمارينك تكون بهالاسلوب، حتى لو تلعب بالتربيز. 1 2 3 بهالشكل هذا تمام. الاسبوع الثالث طبعا الخطه التدريبيه ما تتغير، برنامجك يظل مثل ما هو، اللي يتغير مثل ما قلت لكم التكنيك، التكنيك هو اللي يتغير. الاسبوع اللي وراه مثلا وقفه بالنص في منتصف، 1 2 3 4 جانبي، 1 2 3 4. انا ادري بانه ما راح تطلع وياكم اوزان، بس هي الفكره من التمرين بهالشكل هذا. الفكره من التمرين انك تخلي الحركه توصل لانسجه ما وصلت قبل. ليش ما تطلع معك اوزان؟ ليش الاوزان ما ترتفع وياك بهاي التكنيك هذا؟ لانه انت قاعد تجهد العضله بشكل مباشر بكل الانسجه، بكل مكاناتها، ما قاعد تلعب الباور مالتك والانرجي دين دين دين، لا ما قاعد تلعب بهالشكل هذا وقاعد تطير. انت قاعد تستخدم العضله بشكل صحيح، ما قاعد تستخدم اطراف العضله او المفاصل مالتك، تمام؟ هذا اللي يخليك ما ترفع اوزان، بس هو هذا اللي يطور العضله. الاسبوع اللي وراه مثلا جوين سيت، جوين سيت شنو هو؟ الجوين سيت انك تحط 3 تمارين مع بعض او 4 تمارين مع بعض، السوبر سيت لما تحط تمرين مع بعض. جوين سيت لما تحط من الثلاثه وفوق. مثلا انا عندي اكتاف راح نلعب، نلعب الامامي مثلا، هذا 1 امامي، 1 2 خلصنا 15 العب جانبي، 1 2 15 خلصنا العب الخلفي، 1 2 3 مثلا. خلصت جوين سيت هذه الدوره، الدوره اللي وراها بس ارتاح، 1 2 او المقلوب حسب الحركه اللي عندك انت، شنو المطلوب لكتفك توصل للشكل مالته تمام. جانبي 1 2 الخلفي بدل الضغط، هذا صرنا نلعب فلاي تمام، او ماشين تمام، او كيبل. انت على التمارين مالتك هي اللي تحدد شنو المستوى اللي تريد توصله بالعضلات وشنو الهدف مالتك. يعني انا مثل ما قلت لكم ما تتمرنون ولا تتمرنون الا اذا تكون عندك خطه تدريبيه. لا تتمرن عشوائي، لا تفوت تتمرن بدون هدف، لا تفوت تتمرن ويا صديقك. عندك برنامج صديقك يريد يمشي عليه مشكلته، تعال فوت تتمرن وياي، بس انا برنامجي ما غيره. فهمت علي شلون؟ مدربك يجي تشوف المدرب مالتك واقف وياك وما عنده خطه تدريبيه، خلاص شنو قدامه يخليه يدربك؟ هذا كنسل عليه، هذا انسان، هذا مو مدرب، هذا مو مدرب. سو عندنا شغلات اتفقنا عليها بانه تمرينك يكون على قدر طاقتك، التحمل قوه التمرين يكون على قدر تغذيتك، نومك، تغذيتك، راحتك، سبلمنت مالتك او هرموناتك، على قدر هرموناتك، تغذيتك، اكلك، تتمرن. ما يجيني واحد تغذيته تعبانه ويتمرن تمرين روني كولمان، تغذيته تعبانه ويتمرن مثل المحترفين ما يلعبون.
لا تعيشون الدور هذا مال المحترفين لما يجون يصوروا لكم وينزل لك وترين هارد وترين كريزي. هذا حكي لكن هو بس هذا الكلام غير صحيح. تمام؟ work smart don't work hard. اشتغل بذكاء لا تشتغل بقوه. هاي لعبتنا. انت قاعد تشتغل بصحتك. انت مو لاعب بوكسينج، انت مو لاعب فوتبول. اضغط على نفسك وانت جوعان، اضغط على نفسك وانت عطشان، ماكو مشكله على مود جسمك يصير يتحمل. لا حبيبي، انت لاعب كمال اجسام. انت قاعد تشتغل جسديا، قاعد تشتغل بصحتك بالهيلثي مالتك، قاعد تشتغل على كبدك، على الكلى، على الكبد، على القلب. تغذيه، مي، نوم، راحه، فيتامينات، بروتينات، كربوهيدرات، معادن. هذا اللي يحتاجه جسمك. ما تجي تضغط على نفسك مثل ما يلعب لاعب البوكسينج. لا حبيبي، انت وضعك يختلف. لاعب كمال اجسام هو دكتور نفسه. اسمع جسمي شنو يحتاج، شنو يريد. ما اجي بعدني نعسان وتعبان ومن النوم البارحه مو نايم سهران واجي اتمرن اليوم على والله ادفع نفسي على التمرين. هذا غباء. هذا حبيبي ما يصير هالكلام. العضلات ما تطلع بهالشكل. العضلات تطلع بالنوم، بالراحه، بالتغذيه. هيش تطلع العضلات. تمام؟ هذا مختصر مفيد عن شلون نتمرن اكتاف. انا ما انطيتكم تمارين، بعد اكو هوايه اشياء نحكي بيها وهوايه حركات نحكي بيها وهوايه تمارين على مود الترابيز، على مود الاكتاف، دوران الكتف، هوايه شغلات على مود الروب شلون نلعبها بعد الكتف، على مود الكتف يصير مدور، يروح الانجكشن من عند الحقن اللي قاعد نحقنه، على مود يروح الشكل مالته. عرفت علي شلون؟ سو هذا الاسلوب. اليوم حكينا عن الاكتاف، باكر نحكي عن الصدر، وراها نحكي عن الظهر، عن الرجلين، ومثل ما قلت لكم كل عضله تحتاج نوع التدريب الخاص بيها. ما كل العضلات نتمرنها 12 10 8، ما اتعامل ويا الصدر مثل ما اتعامل ويا الظهر، مثل ما قلت لكم. هذا شيء بسيط عن موضوع الاكتاف وشلون نتمرن الاكتاف وشلون نستفاد من التمرين. ان شاء الله نجيكم فيديوهات ثانيه واشوفكم بخير.